التكنولوجيا تتطور. Technology is developing. وسائل الحصول على المعلومات تتطور. Information الصحفي is لا يطور. Developing, but the journalists, in my opinion, they are not developing. حتى الوسائل الجديدة. He doesn't even get a training on the new machines and on new technology. هل حددتم حاجيات على مستوى النقابة محددة يعني؟ On the level of your syndicate, do you have any requirements and needs which are planned? لا نستطيع أن نقوم بدور كل المؤسسات. We cannot do the role of all the organizations. There are limits. Our abilities are limited. We do not have all the limits. لكن أولويات التدريب أين تكمن؟ What are the priorities? خلص. What are the priorities? المؤسسة هي المفروض The organization is التدريب المؤسسة هي التي تتولى The first part which is responsible for training for educating أي مؤسسات أخرى حتى الجامعات Even other organizations even universities the role must be played by all those parties التقرير استوقفتني معلومة يعني أنه أحد رؤساء تنفيذيين لمؤسسة إعلامية رئيسية قال وورد هذا في التقرير أنه يمضي أكثر من 25% من وقته في البحث عن إعلامي كفء للالتحاق بهذه المؤسسة هل هو يعني تقريبا نفس المشكل لديكم شيشان في الهند؟ Is it the same problem in your country, Mr. أصبحت هناك حاجة ضرورية لهذا التعليم الإعلامي ويجب على المؤسسات الإعلامية أن تنشئ معاهد ومؤسسات معاهد تعليمية وتدريبية خاصة بها وقد بدأنا برنامجا ندعو الخبراء من خارج المؤسسات للحضور والتحدث إلى المتدربين ويتحدثون عن الصحافة الحقيقية وعن كل المواضيع التي تؤثر على العمل الصحفي وأشعر أن الجانب الأكاديمي يضيف إلى المهنة الصحفية والعمل الصحفي وفي الهند أنا آمل في أن أضع برنامجا في مؤسستنا لإتاحة الفرصة لتدريب العدد من الراغبين من دول أخرى مثل دول الخليج أو غيرها ويمكن أن أرسل أيضا صحفيين من الهند إلى منطقة الخليج للتدرب أيضا ويستفاد منها. ماذا عن أخلاقيات المهنة دائما التكنولوجيا الحديثة العمل الميداني التدريب الآن حتى على الأسلحة لأنه المنطقة أصبحت منطقة حرب يعني والشقان مهتمان بهذه المسألة ماذا عن أخلاقيات المهنة هل ترى أنها ضاعت في هذا في هذه المسألة؟ Lost among all these chaos. Well, I think you may be talking about two things. تتحدثين عن شيئين. هي الأخلاقيات التي المبادئ الأخلاقية التي تختلف من مجتمع إلى آخر وفقا للعنف سوري تو انتربت يو يعني أنا أتحدث عن حاجتنا ربما للتدريب في على مستوى أخلاقيات المهنة وممارستها دعيني أحدد لك نقطة وأن زميلي من الهند تحدث عن برامج التدريب في الهند وأرى أن البرامج التدريب الداخلية قد لا تكون واسعة النطاق ولكنني أرى بشكل عام أنني كمسؤول في تنفيذي في مؤسسة تلفزيونية أن هناك حاجة لهذا التدريب عبر سنوات 4 أو 5 سنوات وباستخدام التقنيات إن الإدارة في قنوات التلفزيون لا تحقق التعليم المطلوب والأمان الصحفي وسأعطيك مثالا كان لم يكن هناك أي تدريب خلال
أي فترات الحروب التي غطاها الصحفيون. ويقول البعض أنا على سبيل المثال صحفي قديم وأغطي أعمالي ولا أحتاج إلى تدريب. إن التدريب من وجهة النظر الأمريكية ومن واقع تجربتي في البوسنة وجدنا نرى أن هناك حاجة للتدريب، وقد بدأ هذا التدريب فقط بعد أن قتل عدد من زملائنا. إذن إن هناك لابد من التدريب على البقاء على قيد الحياة في ظل الظروف والنزاعات المسلحة، ومن المهم أن يكون هناك تدريب على وفق الثقافات المختلفة. وعندما يدخل يذهب الصحفيون إلى مناطق مختلفة تشهد ظروفا مختلفة. أستاذ عبد الله، يعني سأتمسك بسؤالي الأخير لأنه على مستوى أخلاقي يتمنى، وأيضا حتى على مستوى المصطلحات، كلمة مقاومة أفرغت من معناها، وأيضا كلمة إرهاب أفرغت من معناها، وأصبح تداولها على مستوى وسائل الإعلام في محلة وفي غير محلة. فإلى أي مدى التدريب الموفر يأخذ بعين الاعتبارات هذه المسائل، كما يأخذ بعين الاعتبارات الواقع المعيشي الذي يذهب إليه الصحفي والإطار الذي سيعمل فيه؟ Well, of course. بطبيعة الحال. When we were training, عندما ندرب أحدا. You might have different problems. تكون هناك عدة مشاكل. I think the basic principle is that we tell our students. والمبدأ الأساسي هو أننا نوضح لطلابنا. That we are not in the business of making anybody look good or anybody look bad. إننا لا نريد أن نوصف أو نصنف الأشخاص لأشخاص طيبين وأشخاص أشرار. وبالنسبة للمصطلحات، ونحن لا نود أن نقول أن هذه المصطلحات جيدة وهذه المصطلحات سيئة. فهناك المصطلحات ينبغي استخدام المصطلحات المحايدة قدر الإمكان. إذا كان هناك من يقتل فهو قاتل. المسألة لا تقطع للأحكام الشخصية. وأعتقد أن ينبغي أن ننظر إلى جوانب عريضة وواسعة للتعامل مع المصطلحات، حتى عند التحدث عن المقاومة أو عن الإرهاب. سيد محمود، من هو مطلوب على مستوى العالم العربي؟ نرى أنه يعني الدول، الحكومات الأجنبية، بعض المؤسسات الأجنبية تخصص ميزانيات كبيرة جدا لتدريب الإعلاميين العرب والإعلاميات في شق كبير جدا في الفترة الأخيرة، وفي المقابل هناك غياب لتمويل عربي للدورات التدريبية أو للتدريب بالنسبة للإعلاميين. هذه طبعاً الحاصل العربية، التمويل العربي شبه معدوم، المؤسسات الأجنبية ما شاء الله عليها ما مقصرة، واحنا ايضا playing an important role in training. نظرة الشك والخوف، and in spite of the fact that Europeans allocate budgets and carry out technical training courses not related to any political or control. البعض بلى. We are still afraid of. أمور أعتقد أنها غير موجودة. Of many things that are not سؤالين true. فقط لأنه الوقت انتهى بالنسبة إلى هذه الجلسة من القاعة. Two or three questions so as to finish our session. Mike, please.
I want to ask ليش التلفزيونات العربية الفضائية ما بتستعمل شريط ترجمة تلقائي بكل الأخبار والبرامج الثقافية السياسية والندوات النقاش مثل شريط الأسماس يعني تلقائي هيك ننفتح على الغرب من دون ما نعذب حالنا بتقنيات معقدة وبيعرفونا عفوا سؤالك موجه لمن؟ أحدا ممكن يجاوبني يعني لماذا التلفزيونات العربية لا تستعمل الشريط باللغة الإنجليزية؟ بالترجمة للغة الإنجليزية ننعرف على حقيقتنا بكلفة يعني مخفضة جدا وبيفهموا فكرنا وبدون أي تعقيد وكان احاول ان اجد لك مجيبا I will try to find someone to respond to your question. بسم الله الرحمن الرحيم. عز الدين الكلاوي مسؤول تحرير مجلة سوبر الرياضية خريج كلية الإعلام 1980 وطبعا مدرسة الأهرام الصحفية. عفوا أين المتحدث لو أمكن أن يقف؟ هذا هو تفضل لكن رغم أني لم أعطيك الكلمة سيدي ولكن بعجالة الله يخليك. أنا تخيلت أن أنت أعطيتيني الكلمة تفضل يعني لا مش مشكلة يعني القاعة تفضل. طيب أنا خريج مدرسة خريج كلية الإعلام وأحد أبناء الأهرام وحاليا مسؤول تحرير مجلة سوبر. سؤالي طبعا بطبيعتي كخريج للإعلام أتحيز إلى كل خريجي الإعلام معاهد وكليات الإعلام واستغرب أننا حتى هذا العصر وهذا المنتدى طبعا يتكلم عن أو هذه الجلسة تتكلم عن تدريب الإعلاميين فليكن أو بالأحرى فنتكلم عن تأهيل الإعلاميين يعني حتى الآن الإعلام بكل مهنه في الصحافة وفي الإذاعة والتلفزيون هو مهنة مفتوحة لمن لا مهنة لا. أي خريج خريج الطب والهندسة والحقوق ويدخل ويتخصص في كلية الإعلام للأسف لابد أن تتخذ في نقابات صحفية في كل الدول العربية ويريد يخلو عن هذا المنتدى التوصية أن يقتصر العمل في المجالات الإعلامية على خريجي كليات ومعاهد الإعلام لأن نحن أصبحنا في عهد تخصص. شكرا سيدي. مداخلة الأخيرة تفضل. Last comment, please. Hello, محمد المطوع جريدة البيان. محمد المطوع from البيان. I'd like to ask the gentleman about. لا مايك. We are talking about the global ethics. تتحدثون عن الأخلاقيات العالمية. هل أنت كأنك تتحدث عن النظام؟ عفوا هناك مشكل في الصوت يعني وأظنه تقني بالأساس لأنه الكل لا يسمع هنا. مشكل في الصوت. We cannot. الأخوان التقنيين. We cannot hear the speaker. تفضل. No, there is a technical. نحن. Okay. Well, it's very much like. الأمر يتعلق. ويشبه what Jim responded to before, ما تحدثت عنه سابقا. I think you have some areas which are universal. أعتقد أن هناك أمرا عالميا متفق عليه عالميا وهي دقة. ولا يوجد أمرا ثقافي فيما يتعلق بأن تكون دقيقا. هذا أمر متفق عليه. وهذا ينطبق على فكرة الصحافة إن لم تكن سجناً إذا لم تكن سجينا لحزب سياسي ما ودون أن تكون هناك استثمار في مثل هذه المشاريع فإن هناك محتوى واسع النطاق وما الذي أعرف أن هناك أشخاص يعيشون سنوات طويلة في منطقة من المناطق ويتعلمون ثقافة تلك المناطق ومن دون مثل هذا التعود والإتقان للثقافة كما قلت سابقا أن هناك فوارق ثقافية
وهذا ينطبق علينا وعلى الصين وعلى المناطق الأخرى. كما ذكر زميلي إن الدقة أمر متفق عليه، إن المذيع أو الصحفي ينبغي ألا يسبب الأذى أو الضرر، بأن لا يتعمد إلحاق الأذى والضرر بشخص أو بمجموعة ما. يمكن أن تكون هناك مبادئ أخلاقية عالمية. What about India? What about India? What about the ethics in India? لا sorry, it's the last word for the session. يعني تفضل قبل الأستاذ محمد. If you want to add something. Well, I just need to add that it's high time we started off with a serious, even if it's a low cost screening. إن الوقت قد حان أن نبدأ بزيادة الوعي بالتدريب، وكما قال زملائي إن هذا يمكن أن يتحقق، ولكن ينبغي علينا هناك حاجة لإنفاق أموال طائلة في هذا الأمر. ولكن دعونا نبدأ بداية صغيرة، لا يمكن أن نضيع الوقت، ونحن بحاجة لتدريب الصحفيين الذين يعرفون وظيفتهم ومهمتهم، وأن نتيح لهم فرصة التعلم والتدرب. منها يعني حوار أو محاولة تلمس بعض الأمور في هذه الجلسة. أشكر ضيوفي، أشكر الحضور في القاعة، وظن أن البرنامج التالي قد أزف وقته كما يشير إلي المنظمون. شكرا لكم. Thank you all, and this is the end of our session.